نحن نواجه هذا التحدي بكل عزم و أمامنا مهمة، إذ يجب علينا أن نساند أوكرانيا قبل كل شيء. وخلال الأسابيع والأشهر الأخيرة فإن أوكرانيا عانت الأمرين، ولكننا اليوم نشهد حقبة جديدة بعد هذه الهجمات. السكان يدافعون عن وطنهم كما أنهم يدافعون عن الحرية وعن الديمقراطية، كل هذه القيم الغالية علينا والتي ندافع عنها. في بلداننا الديمقراطية، في بلداننا الأوروبية، نحن من الجانب المشرق للتاريخ. الرئيس بوتين هاجم إذن أوكرانيا وخلق بذلك واقعا جديدا. يجب علينا أن نتوصل إلى استجابة واضحة، وهذا ما قمنا به، إذ كما تعلمون البارحة قررنا تقديم الأسلحة. ألمانيا ستقدم الأسلحة إلى أوكرانيا من أجل الدفاع أمام الهجوم الروسي. إن هذه الهجمة التي شنها بوتين لم تكن لتبقى دون رد من قبلنا. سيداتي وسادتي، بعد عملية التفاوض الآن يجب علينا أن نضع حداً لبوتين، لأن هذه الحرب كارثية بالنسبة إلى أوكرانيا، ولكنها ستكون كارثية لروسيا كذلك. معاً وإلى جانب الاتحاد الأوروبي قمنا باعتماد عقوبات لم يسبق لها مثيل. سنقوم بعزل الشركات والمصارف الروسية عن النظام المالي، وسنحول دون تصدير تكنولوجيات إلى روسيا، كما أننا قمنا بوضع حدود وعقوبات أمام عدد من الشخصيات الروسية، أمام بوتين وكل من هو قريب منه. لقد قمنا بحظر كذلك منح التأشيرات إلى الاتحاد الأوروبي. نحن بهذا إذا نعزل المصارف، إذ قرر الرؤساء الدولي والحكومات في الديمقراطية العالمية عزل المصارف الروسية عن نظام سويفت للدفع الإلكتروني. ولكن بوتين لن يغير من مساره بين عشية وضحاها، لا يجب أن نخدع أنفسنا. المسؤولون الروسيون سيرون الثمن الذي سيتعين عليهم دفعه. البورصة الروسية انهارت مؤخرا، وهذا يؤكد على أن هذه العقوبات أتت أكلها، ونحن نقوم بالتحضير لعقوبات أخرى. لن ندخر جهدا في القيام بذلك. كيف أو يجب علينا أن نفكر في العقوبات التي نفرضها على المسؤولين الروسيين وليس على الشعب الروسي؟ لأن بوتين وليس الشعب الروسي من قرر شن هذه الحرب، ولذلك يجب علينا أن نفهم جيدا بأن هذه الحرب هي حرب بوتين.